يحب سيد رئيس الجمهورية الذي أعطى إشارة الانتهاء فيه الجرانيت والرخام جميع أن الجزائر تتمتع بثروات من جميع. كما قلنا سابقا أن استنادا إلى الوضعية الحالية للنشاطات المنجمي من نشاط المنجمي في بلادنا، فإن هذا المهام هذه المهام محفوفة بصعوبات، لا سيما عدم انصياع المتعاملين المنجميين بسهولة لتطبيق توصيات مهندسي شرطة المناجم في هذا الصدد. أحثكم على التنسيق أكثر والعمل مع كل الجهات المعنية قصد التكفل ببعض الملفات التي تستدعي تعاون جميع الأطراف. أن ثقتنا كبيرة في وعيكم وبمدى المسؤولية التي تقع على عاتقكم من أجل مرافقة وضمان الرقابة الصارمة والدائمة للنشاط المنجمي، كل في حدود اختصاصه الإقليمي. كما أذكر أن أي تخاذل أو تقاعس في أداء المهام المسند لكم غير مقبول نهائياً.